إخوان، السلام عليكم. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الإخوان. الحمد لله الإخوان، بعد هذه الأمطار اللي طاحت اللهم يسير هنا الإخوان. هذا هو القصيد اللي كنت زارع، بتجي تبارك الله راه كلاوها خرفان. هنا الإخوان جبنا الملحة 33، نعاونوها شوية بالملحة، واخا تبارك الله يعني البلاد راه فيها الغبار، مغبرة أمازير يعني راه تبارك الله فيها، ولكن تم الملحة الإخوان ضروري 33. بالنسبة للثمن الإخوان ديال الملحة هاد العام بعدا راه الحمد لله كاينة ورخيصة شوية مقارنة مع العام الفايت. الثمن الإخوان ديالها دايرة تقريبا 800 درهم، 800 درهم القنطار، الله يدير الخير. هنا الإخوان تبارك الله البليداية هادي، هاد الجهة تبارك الله راه مازال فيها شوية الحمد لله، يعني مازال ما ياكل الخرفان. غادي نرشيو لها الملحه كما تشوفوا معنا، اللهم يسير. دعوا معنا الاخوان، نتمنوا من الله التيسير، الله يرحمنا بشي شيوا ان شاء الله، نتمنوا من الله التيسير. تبارك الله الشيوا اللي طاحت راه الحمد لله فوقيتها جات، سيدي ربي ما خيبناش الحمد لله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم الاخوان، نخليكم مع تتمة الفيديو، نتمنى يعجبكم الفلوق، والناس اللي تفرجوا معنا في المنطقة ديالهم يعطيونا السمية ديال الملحة اللي مزيانة، وعطيونا الثمن الاخوان شحال دايرة عندكم. تحياتي لكم. بالنسبة الصراحة هاد الوقت هادي خصوصا عندنا حنايا هنايا مع غادي تكون السمرة في هاد الوقت، يعني الملحة مزيانة غادي كما تنقولو الحبة غادي تسخنها شوية وتعطيها شوية ديال الانيرجي. كما قلنا الاخوان، حنا بالنسبة للملحة 33 هي تتفرش، بالنسبة تديرها هي الاولى الملحة 33، ومن بعد فاش تكون يعني السبولة تبارك الله وقفات وصافي تفرش مزيان، تزيد ليه 46، 46 تتعاود تتعاونو باش يطوال وتعمر الحبة تبارك الله، والله ما يسير ان شاء الله الاخوان. مازال غادي نعاودو نشاركو معكم فاش غادي نعاودو نطلقو فيه، والله يدير الخير. تحياتي لكم وتبارك الله على الجميع.